هذه المطالبة هو سجل وكذلك أداء لواجبات. فالمدعي العام السيدة فاتو بن سودة تقوم بواجبها أمام الدول الفاعلة، أمام المجتمع الدولي ككل، وأمام يعني الشعب الليبي بما فيهم الضحايا، يعني التزاماتها لميثاق روما 1998، ويعني تحقيق العدالة ومتابعة الجناء وتحقيق السلم الدولي. فهذه المطالبة هي شهادة صريحة باستمرارية هذه الاستحقاقات المطلوبة بخصوص هؤلاء الذين يوجد أدلة واضحة وقوية يعني تيقن بها قضاء في محكمة الجنايات الدولية، وصدرت بناء عليها المطالبات بتسليم هؤلاء الأشخاص للعدالة، وهي شهادة واضحة للجميع. ونحن يعني ينبغي لنا أن نتعاون معها على جميع الأصعدة التي ننتمي إليها بمختلف وظائفنا حقيقة.